طب ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين معنا على الهواء مباشرة. يعني دكتور حسين بعد التحية خلاص احنا بنتكلم على دقائق قليلة، حوالي يعني نصف ساعة وتغلق صناديق الاقتراع. كيف تابعت سير العملية الانتخابية من يومها الأول وحتى هذه اللحظة؟ أهلا وسهلا بحضرتك. احنا الأحزاب المصرية بشكل عام وتحالف الأحزاب المصرية اللي بيضم 42 حزب وحزب المصريين على وجه الخصوص، احنا بدأنا العملية الانتخابية الحقيقة من قبل الانتخابات، لأن الاستعداد للانتخابات وتهيئة المواطن وتوعية المواطن لأهمية حق الدستوري والقانوني في الإدلاء بصوته وواجبه الوطني في المشاركة في العملية الانتخابية وفي صنع مستقبله كان له الأهمية القصوى في تحالف الأحزاب المصرية. وبناء عليها احنا عقدنا عدة ندوات، تلاها عدة مؤتمرات، تلاها عدة جلسات منفردة في كافة المحافظات والمراكز، كلها مع المواطن البسيط اللي محتاج يعرف الأول أهمية صوته ثم أهمية نزوله للانتخابات، لأن معظم الناس المؤيدة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي كان عندها بعض الخطأ الغير مقصود في اعتقادهم بأنه ناجح، فبالتالي ملوش أهمية، مشاركته وصوته مش هيفهم. فطبعا ما كانش على دراية بأهمية الوضع السياسي في منتهى الخطورة حاليا في اللي بتقابله مصر في ظل التحديات الجسام اللي مصر عايشة فيها، وأهمية إحساس العالم كله أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقف على أرض صلبة بشعبه وب 105 مليون مواطن مخلص خايفين على وحدة أرضهم وعلى سلامة أرضهم وعلى مستقبل أولادهم. فده كان الحقيقة الدور الأساسي اللي احنا اشتغلنا عليه من فترة كبيرة. ثم من بداية العملية الانتخابية معظم أحزاب التحالف عملت غرف عمليات لمتابعة المواطنين والعمل على حشد المواطنين وتسهيل وتذليل كافة العقبات اللي بتقابل المواطن البسيط في وصوله إلى اللجنة، ابتداء من معرفة اللجنة الانتخابية بتاعته وهيدي صوته فين، وسيلة الانتقال، تذليل العقبات اللي قدامه. وصل الأمر لبعض الناس المرضى إن احنا نهيئ لها كافة الإسعافات اللازمة لنقلهم للمقر اللجان. الحقيقة كل التحالف اشتغل على مدار الثلاث ايام شغل 24 ساعة، وده جميل جدا وده عظيم جدا دكتور حسين. سيادة النائب اتفضل يا فندم. ده شيء عظيم جدا، فكرة التوعية السياسية والتثقيف ودفع يعني تفعيل المشاركة السياسية للمواطنين شيء رائع وعظيم جدا. حاسس عايز اسأل حضرتك فيما يتعلق بالمطلوب من هذا التحالف الفترة المقبلة. يعني احنا بنتكلم على تحالف الأحزاب المصرية اللي بيضم 42 حزب، أحزاب مختلفة، كيف توحدت رؤى هذه الأحزاب المختلفة في الاتجاهات لتحت يعني مظلة واحدة وعلى أرضية واحدة هي المصلحة الوطنية؟ حصل ده إزاي، وإزاي ده ممكن يخدم العملية السياسية في مصر ما بعد هذه الانتخابات؟ جميع الأحزاب التحالف وإن كانت تختلف إلى حد ما في الرؤى والأيديولوجيات، إلا أن كلنا بنتفق على حب الوطن وعلى الوقوف خلف الدولة المصرية وخلف القوات المسلحة والشرطة الباسلة وخلف فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لوحدة مصر ولنجاح مصر ولاجتيازها كافة التحديات التي لا هدف ليها إلا إسقاط الدولة المصرية. ونحن نقف لكل أعداء مصر في الداخل والخارج بالمرصاد. واحنا كأحزاب احنا بنقول علينا دور وطني مكمل لدور الدولة المصرية، احنا علينا المواطن البسيط، احنا بنكمل الخريطة السياسية للدولة المصرية. وبالتالي على كل الأحزاب الوطنية، ونحن جميعا أحزاب وطنية، اتفقنا على حب مصر، واتفقنا على رجل واحد هو ابن مصر البار الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نقل مصر نقلة نوعية. بشكرك شكرا جزيلا دكتور حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين.